فاللي راح اعمل الان راح ناخذ راح نبني روبوتيك ارم، راح اعطيه انيشال بوز. الانيشال بوز بيعتمد على كيو ان كيو ان على فكره مخزنه بال لما ببني الموديل بوما 560 او بي 560 في كيو ان بوز معين، وهذا اللي هو تي نوت. هلا نطلع بس على هذا المراجعه سريعه. إذا طلعت الآن هون رح أشوف الثيتاز مختلفة، هذا هون كيو ان معطيني قيم مش الزيرو، لأنه الزيرو إيش في عنده؟ إذا حطيتهم كلهم زيرو، هي لاحظوا هاي مين اللي مش زيرو هون؟ ففيش عندي هون سنجلاريتي. كيف أنا تجنبت السنجلاريتي؟ حطيناها في وضعية اللي رح أشتغل عليها الآن، رح أعمل هلا دلتا كيو، وإيش رح ألاقي بقابلها؟ دلتا إكس، ها؟ دلتا كيو واشوف دلتا اكس، وراح اقسم التغير اللي بيصير على دلتا تي. بس خلينا اول شيء نشوف شكله. اذا هذا لو جينا طلعنا عليه الان راح نشوف الان هاي عندي هاي ثيتا 1 بين عندكم من هاي ثيتا 1 هاي ثيتا 2 هاي الويست هاي من هون الشولدر إذا طلعنا بعدين راح نشوف هاي ثيتا 3 اللي هي الالبو هاي الالبو وهي ثيتا 4 ثيتا 5 ثيتا 6 رغم انه هي سفيريكال ريست بس هو حاطط الاكتويتر حاطه هون في بدايتها اوكي اذا هذه هي الوضعيه اللي راح نبدا نتطلع عليها اللي راح نعمله الان بهاي الوضعيه راح نيجي نبدا نغير هلا دلتا كيو فاللي راح اعمله راح اخذ دي كيو دي كيو في كيو 1 اظن انا مغير ثيتا 1 المفروض انا سميتها دي كيو 1 حتى اكون دقيق بس انا عامل دي كيو تغيير بسيط جدا دلتا كيو في حغيره في ثيتا 1 شو راح يصير بثيتا 1 لما بغير ثيتا 1 راح يتغير الاورينتيشن تبعه شوي صغير مضبوط مين راح يتاثر الاند افكتور الاكس والواي والزد او راح نشوف الزد ما راح تتاثر راح تتاثر الاكس والواي وراح يصير في عندي سرعه معينه وهلا بنشوف السرعه هاي حوالين مين فاحنا بنستخدم التعريف البدائي اللي عرفناه للمشتقه راح اعمل دي كيو دي اكس على دي كيو دي كيو 1 فاخذت هلا دي كيو 1 عرفته بانه قيمه صغيره جدا فصار عندي هذا دي كيو هلا راح اغير كيو ان هلا البوز الاصلي سميناه تي نوت هاي الاوريجن تبع الاند افكتور وهي الاورينتيشن تبع الاند افكتور بهاي الوضعيه هلا اجينا هون غيرنا هاي كيو ان راح اغير كيو ان الان بقيمه بسيطه جدا ايش يعني كيو ان زائد الرو ماتريكس هاي اللي فيها اول قيمه دلتا كيو والباقي زيروز يعني ايش عم بطلب منه يغير؟ بس ثيتا 1 عمال بغير ثيتا 1 بمقدار دي كيو بعدين دخلتها على الفورورد كينماتكس شو طلعت تي بي 1 تي في 1 راح تكون البوز الجديد تبعه اللي هو اذا بنفكر في الروبوت راح يكون كان هيك ودخلت انا زاويه صغيره جدا على كيو 1 تحرك بهذا الاتجاه مش هيك حوالين ثيتا 1 اذا صار عندي هلا تي في 1 هلا اذا اجيت طرحت هلا راح اطرح تي في 1 ماينس تي نوت وبقسمهم على دلتا كيو فهون اللي اخذته عم بعمل انا مشتقه كاني عمالي بطلع مشتقه ل تي لازم على دي تي على دي كيو هو اللي غيرت انا بشتق بالنسبه له الان مش الزمن بس بشتق بالنسبه لكيو فرح ناخذ هلا هدول هلا صار عندي هذا التغير في تي شو بتلاحظوا التغير في تي عندي هلا طبعا انا في عندي شوي مشكله هدول الارقام ببين هم ما تغيروش بس هي الاورينتيشن تغيرت بس لانه الرقم صغير جدا هدول الارقام تغيروا هلا اذا بطرحهم من بعض فراح اطلع الترانزليشن الاصليه والترانزليشن الجديده
ترانزليشن بيستخرج الثلاث ارقام هذول من دي كيو. هي هذول واضح انهم تغيروا. فاذا طلعنا الان معناها مين اللي تغير نتيجه الحركه هاي؟ احنا غيرنا ثيتا 1، هل بتوقع زد زد تتغير؟ لا، تغير بس اكس واي، مظبوط. فصارت عندي 0.15 0.5963. خلينا نشوف هذول شو معناهم الارقام. 0.15، وهلا هاي لانها باكس راح تكون متر بير سكند، وهذيك 0.5. مش احنا دخلنا الفاليوز بالمترز مش هيك؟ مظبوط، مش بالانشز. مظبوط، الفاليوز كلها موجوده بالمترز. يعني اذا بنروح على P560 الان، هاي القيم كلها بالمترز بالامتار، مظبوط. اذا احنا عمالنا بنقول انه اذا كانت Q1 سرعتها 1 راديان بير سكند، اكس دوت واي دوت قديش القيمه كانت؟ 0.59، وزد زيرو. ماشي واضح؟ اذا احنا نعم باقي الكيو كيو 2 دوت. هذه بس Q1، ما درستش انا Q2. هلا بقدر اعمل نفس الشيء بالنسبه لQ2 مش هيك؟ هلا اذا بنطلع على الجاكوبيان ماتريكس، مين هم هذول الثلاث بارامترز احنا بدنا نطلعهم؟ اذا برسم هاي بهذا الشكل، عمالي بطلع معامل Q1 بالنسبه لX دوت واي دوت وزد دوت. فالارقام اللي طلعناها هي هذا الرقم وهذا الرقم وهذا الرقم، لانه احنا هون هلا لما بنقول X دوت واي دوت، احنا راح نقول X دوت شو بيساوي؟ بيساوي هذا السطر مضروب في هدول، فمعامل Q1 اللي بأثر على X دوت هو هذا الرقم، فراح أحط الآن هون 0.15. وبعدين جينا قلنا، وأنتم مكانك تعملها، مكانك تعملها لكل الماتريكس تطلعها كلها، بس الأورينتيشن لسه ما طلعنا على الأورينتيشن، بس بالنسبة لهدول الأرقام بإمكانك تطلعهم الآن كلهم. تعمل بيرتربيشن بQ1، تطلع المعاملات تأثيره على هدول. Q1 ايش بتأثر على هدول؟ هلا عندي 0.15، هلا الرقم الثاني راح يكون 0.5963، وفيش تأثير على زد اللي هي راح تكون هذه 0.0. فاحنا بالطريقة هاي اللي عملناها، طبعا احنا اذا بدنا نكون ادق بناخذ دي كيو اصغر، بس بعرفش البريسيجن هون راح تبين معنا، باخذها اصغر من احنا غيرناها بس بمقدار 0.1 to the minus 6 radians، مضبوط؟ غيرناها بس بمقدار 0.1 to the minus 6 radians، فطلعت معنا الارقام الثلاثة هذول.